مرحبا بكم مجددا، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير على أعلى مستوى بما يليق بالمشروع الذي سيكون افتتاحه محط أنظار العالم خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة أعمال التطوير بالمشروع، حيث تم استعراض المخطط العام لتطوير المنطقة والطرق المحيطة بما يشمله ذلك من تصور لتطوير الطريق الدائري والمباني المطلة عليه وطريقي مصر الإسكندرية الصحراوي ومصر الفيوم الصحراوي والمنطقة التي يتقاطع فيها طريق مصر الفيوم مع الطريق السياحي.